starts from rest to move from point A to point B with constant acceleration. يعني نطبق عليهم الأربع قوانين. بيقول if أو بيقول it arrives to B after 10 seconds. يعني الـ T1 أو الـ T من الـ A للـ B بعشر ثواني. With a velocity of 50 meter per second. يبقى السرعة الابتدائية starts from rest كانت بصفر والسرعة النهائية بخمسين. وعندنا الزمن أقدر أجيب المسافة لو إحنا عايزين. It moves further from B towards C with constant velocity. يعني بعدين هنا مفيش acceleration وعندي المسافة أقدر أحسب عند السرعة والمسافة أقدر أحسب الزمن اتنين. We calculate the average speed. طبعا الافرج سبيد والافرج فيلوستي هنا نفس الشيء لان الاثنين في نفس الاتجاه يمينا والاثنين موجب فالاثنين يطلعوا زي بعض. Of the car during its way from A to C. احنا عندنا الـ TA B اقدر احسب الدلتا اكس من الـ A للـ B. عندنا constant acceleration وعندنا الـ V نوت وعندنا السرعة النهائية يعني كده الـ V average في الزمن اللي هو AB. طيب يساوي كام؟ ال V نوت بصفر started from rest، ال V بخمسين وصل سرعة خمسين وفي عشر ثواني، كأني بقول 25 × 10 250 متر. طيب بالنسبة للجزء الثاني اللي هو من ال B لل C، المسافة معروفة 1500 والسرعة معروفة 50، يبقى الزمن من ال B لل C هتساوي الدلتا اكس من البي للسي على التي من البي للسي. طيب مش التي بقى عايزين الفي من البي للسي. طيب عندنا 1500 متر لان 1.5 ضربتها في 1000 والفي ب50 كده الزمن 30 ثانية. طيب هو السبيد افريج بيساوي ايه؟ او الافريج سبيد بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع المسافات على مجموع الازمنة. يعني هتساوي المسافة الاولى 250 متر، المسافة الثانية 1500 متر، الزمن الاولاني قال لي 10 والزمن الثاني حسبناه ب 30. يبقى تطلع الافريج سبيد 1750 على 40. تلاتة واربعين 44 تقريبا متر بير سكند. بيقول لنا a helicopter is ascending at a constant velocity. الطيارة دي الهليكوبتر صاعدة بعشرة متر على السكند. طبعا هيقول لي جطط منها حاجة. طالما حاجة صعبة يجط منها حاجة فتاخد سرعتها الابتدائية بس وخلاص وترمي الطيارة بعد كده. أشون at a height of 80 meter a package is dropped from the helicopter. يبقى الـ V نوت بكام على طول؟ بسرعة الطيارة اللي هو 10 متر بير سكند وخلاص. كأني مبنى وجطت حاجة منه ب 10 متر بير سكند. طالما dropped هو dropped في الأصل إن يبقى صفر لكن طالما حاجة متحركة ياخد سرعتها. We'll find the height of the package 5 seconds after it is released. بعد ما سابها سرعة بيقول هايت الهايت بتاعها بكام لازم احسب الدلتا واي وازودها على 80. مفيش طار الزمن هنا يبقى الفي النهائية تربيع تساوي الفي الابتدائية تربيع زائد 2 اي دلتا واي. الفي النهائية لا وهنا طالب في زمن يبقى احنا غلطنا هنا الزمن يبقى دلتا واي بتساوي الفي نوت تي زائد نص اي تي سكوير لان هو مديني الزمن بخمسه والاي بسالب 10 الفي نوت واخد سرعه الطياره فنحسب الدلتا واي زي ما تطلع ونزودها على 80. يلا الدلتا واي تساوي كذا دول 50 وهنا 25 في 5 يبقى 125. 50 ناقص 125 ناقص 75 متر. إذا الهايت بكام؟
الهايت 80 زائد الماينس 75، هو كان 80 بس نزل 75 يبقى 5 متر. يبقى الموضوع سهل، يدينا سرعة ابتدائية وزمن اكسلريشن عندي، احسب في الدلتا واي وازيدها على ال 80. طبعا ملاحظين المسائل كلها متشابهة. بيقول a car moves in a northern direction اتجاه الشمال with a constant speed of 80 km per hour for 3 hours. المرة دي مباشرة كلها hours، 80 لمدة 3 ساعات. يبقى كده اهو، يبقى ده سي، وبعدين then it turns towards east، راح يمين، moves with the same velocity 2 hours. يبقى ده سي واي وده سي اكس. هنا 3 ساعات فأطول شوية، وهنا ساعتين وده السي. طيب بيقول لي find the magnitude of its displacement vector in meter، يعني نجيبها بالمتر. ماشي، الأول نحسب بالكيلومتر وبعدين نطلع بالمتر. طيب نقول السي واي بتساوي ايه؟ بتساوي الفي نوت في تي، يعني الفي نوت بكام؟ ب80 كيلومتر بر اور، وعدد الساعات 3، فيطلع 240 كيلومتر. طب حلو، السي اكس برضه نفس الشيء، في نوت في تي، ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان دي 2 ودي 80 زي ما هي، يطلع 160، يعني دي 80 ودي 2 والجواب 160. طب يبقى السي بكام بقى؟ الجذر التربيعي ب 200، هنقول 160 احسن الاول عشان سي اكس تربيع زائد سي واي تربيع، 160 تربيع زائد 240 تربيع، طبعا مش هتفرق، الجواب مش هيفرق، فيطلع 160 تربيع مع 240 تربيع تحت الجذر، فيطلع 288 كيلو متر، أور أقدر أقول 288,000 متر. نفس الشيء حسب هو عايز إيه، بس هو طلبه ام متر، فماشي ام متر، وبرده كيلومتر جاب صح. طب هو في ايدل سولوشن عامل 288 كيلومتر، جوابين صح، مفيش اي مشكله. وزي ما احنا شايفين السؤال بيتسال باكثر من شكل، ولكن كله حاجه واحده. ممكن مثلا يطلع كده يروح يسار، بيقول لي 3 فيكتورز A B C are shown in the figure، find the magnitude and direction of the sum. مديني الدي بتساوي A بلس B بلس C. نفس الشيء احنا اتفقنا نعمل ايه، نقسم الصفحه 2 كده، وعايز الماجنيتود والدايركشن الاثنين مع بعض. يبقى اول حاجه اقول الاي اكس اخبارها ايه، الاي اكس هي 4، انا بقفل على الزاويه، لا ببعد عنها، يبقى 4 ساين 60. طب والاي واي؟ كده بقفل بقى على الزاويه، يبقى 4 كوساين 60، والاثنين موجب. طب بالنسبه للبي اللي هي 8 دي، اقول البي اكس بتساوي، وانا رايح للاكس لا ما بقفلش على زاويه، ببعد عنها، يبقى ماينس 8 ساين 60، وحطيت ماينس يعني في اتجاه السالب. طب وانا رايح للواي بقفل على الزاويه، يبقى البي واي 8 كوساين 60. طب السي اكس لا بروح يمين ولا بروح يسار، فالسي اكس بصفر. طب السي واي كلها نازله لتحت، فماينس 5. حلو الكلام لغايه دلوقتي، جميل، حللنا وجبنا الكومبوننتس لكل الفيكتورز اللي عندنا. طب ما نجيب بقى الدي اكس، هو طالب الماجنتيود والدايركشن. اول حاجه اقول الدي اكس بتساوي ايه، بتساوي اي اكس زائد بي اكس زائد سي اكس، يعني بتساوي اجمع دول كلهم 4 ساين 60 ناقص 8 ساين 60، فطلع الجواب ماينس 3.46. طب هنا بقى 4 كوساين 60 اللي هي 2، وهنا 8 ساين 60 اللي هي 4، يعني دي بنص،
2 و4 6، شيل منها 5، يبقى معنى كده بواحد، يبقى الدي واي بتساوي الحتة دي ب2 ودي ب4 ودي -5، فيديني 1. طب كده عرفنا الكومبوننتس بتاعت الدي اكس والدي واي. طب يبقى دي بتساوي ايه؟ اتفقنا ان هو الجذر التربيع الدي اكس تربيع زائد دي واي تربيع، يعني يساوي اربع ده مع الواحد واجيب الجذر ليهم، يطلع جذر 13 اللي هو 3.61. كده جبنا الماجنيتيود اللي هو طالب. طالب الدايركشن الزاوية، احنا عندنا سالب وهنا موجب، سالب مع موجب. طب يبقى الاتجاه ازاي؟ نرسم هنا كده، الاول همشي سالب 3.46 وبعدين اطلع واحد، واحاول ارسمه تسكير علشان يعني نبين الزاوية. شكل الزاوية ايه؟ اهي اللي هي ايه؟ اكتر من 90 ولا 180؟ يعني الثيتا بتساوي قلنا 180 ناقص تان انفرس، ملناش دعوة بالاشارات، ناخد الواي اللي هو 1 اللي هو الواي على الاكس 3.46، فيطلع الجواب حاجة كده زي، طبعا زي صغيرة بس تطلع 20، تطلع 160 ولا حاجة، يبقى 180 ناقص شيفت تان 1 تقسيم 3.46، يطلع الجواب 164. يبقى السؤال المشهور لشابتر 3 وطريقة التعامل معاه بنفس الأسلوب تقريبا، اللي هو ايه؟ امسك كل كومبوننت واحلله، ايه اكس وواي اكس وواي اكس وواي، بعدين اطبق المعادله اللي هو مدهاني اللي هي دي بتساوي ايه بلس بي بلس سي، مره في الاكس مره في الواي. جبت التو كومبوننتس، اجذر اجيب الماجنتيود وبعدين اشوف في انه ربع، احنا عندنا سالب 3.46 يعني يسار، الواحد فوق، كده عرفت الزاويه دي تانها بيساوي ايه؟ بيساوي الواي على الاكس، اطرحها من 180 عشان اجيب الثيتا. A massless cord is attached to a block M. لما يديني الام رمز يتشال مع بعضه ونجيب قيمته. As shown in the figure. When the block is pulled upward with an acceleration 2 meter per second square، يبقى كده الاكسلريشن عرفناها لفوق، التنشن ب 50. يعني ده كده ب 50 نيوتن، والاكسلريشن ب 2 متر على السكند سكوير، والام جي ام ما احناش عارفينها، اقدر اجيبها دلوقتي. بيقول وات ذا تنشن ان ذا كورد وين ذا بلوك از الاود تو موف داون وورد وذ ذا سيم اكسلريشن، بنفس القيمه. الاول نحسب دي سيجما الاف تساوي الام في الاي، دلوقتي كان طالع لفوق في الحاله الاولانيه، 50 ناقص ام ضرب 10 يساوي ام ضرب 2، اذا الام هتساوي 50 على 12، 50 تقسيم 12 4.17 من 100 كيلو جرام. فنفس الكتلة هتتحرك لتحت، يبقى الام جي لتحت معلومة خلاص، والتي ما احناش عارفينها كام، والاكسلريشن بقت 2 متر على سكند سكوير لتحت. هقول سيجما الفورس تساوي ام اي لتحت، ما هي صفر ولا حاجه، البداية واخده على الصفر، دايما الحركه اتجاه افقي، يبقى سيجما الفورس في اتجاه الافقي ام اي، والعمودي بيبقى صفر، هنا الحركه راسيه، يبقى هو الاتجاه اللي فيه الاكسلريشن، ام جي ماينس تي المجهوله ام اي 2 4 17 4 17 في 10، يعني نفس الرقم ده، يبقى 4 17 في 8، اذا التي طبعا هتكون اقل 33.3 نيوتن، لان هو فوق لازم يبقى اكبر من الام جي،
ونزل لتحت لازم الام جي اكبر من التي. من مارش 2011 بيقول the force F acting on the 5 كيلوغرام، عندنا هنا 5 كيلوغرام بلوك in the figure has a magnitude 100، يبقى الفورس بس لتحت اهي. بيقول لي draw the free body diagram of mass M، طالما مطلوب كده لوحده يبقى احسن خليني ارسم له free body diagram. انا عملت ايه الوقت هتشوفوا نفس الاسهم اللي برسمها كل مرة، الاف دي داخلة لجوه فهتتحلل كده، واحدة كوساين اللي هي دي اللي هي 100 كوساين 30، والتانية اللي تحت كده 100 ساين 30. اللي تحت في مين؟ ام جي اللي هي 50 او 5 في 10، 50 نيوتن. وفوق في ال N اللي انا مش عارفها، هو الجسم بيتحرك كده يسار لان الفورس بتبقى كده، فيبقى يكون عندنا الميو N كده، ميو N اللي هي FR. طالما الجسم ماشي كده يبقى الفريكشن العكس، لو الجسم ماشي يمين يبقى الفريكشن برضو العكس، دايما يعني الفريكشن العكس عامل زي الزوجة بالظبط، روح يمين هي يسار العكس. طيب عندنا المطلوب بي، بيقول if the coefficient of kinetic friction is 0.2، مديني ال coefficient find the force of kinetic friction in newton between the block، يعني طالب ال FR زي السؤال اللي فات بالظبط. فهقول كده اول حاجة ايه، نجيب ال N بعدين نضربها في الميو، سيجما ال FY اللي هو الاتجاه العمودي على الحركة، وناخد اتجاه اللي فوق موجب يساوي صفر. طيب عندي ان الفوق عندي ناقص 100 ساين 30 لتحت، وعندي 50 اللي هي الام جي لتحت يساوي صفر. اذا الان تساوي 100 ساين 30 ب 50، 50 و 50 100 نيوتن. اذا ال FR اللي هي ميو في N تساوي برضو كذا نيوتن اللي هي 0.2 في 100 هتبقى 20، هادي 0.2 وهادي 100، يبقى كده الجواب 20 نيوتن، ده المطلوب الثاني. في مارش 2011 بيقول a ball connected to a 0.5 meter long string، يبقى عندنا كرة كده صغيرة مربوطة في حبل، الحبل ده طوله نص متر يعني القرب نص متر. بيقول is rotating in a circular motion، بتدور في circular motion if the frequency of the motion is 500 drift per minute، أول ما أشوف 500 drift per minute على طول أجيب N على 60، ال N هي frequency برضو بس drift per minute، يبقى كده 500 على 60 يطلع لي الفريكوينسي بالريف بير سكند او بالهرتز، 500 لان مش عارف استخدمها ريف بير مينت، فطلع الجواب 8.33 هرتز. ودي كالكوليت ذا سنتريبيتال اكسلريشن، طيب يعني عايزين نجيب الاكسلريشن اللي هي اي ار، اللي هي بقى بتساوي ايه الاي ار؟ بتساوي اوميجا سكوير ار، او بتساوي طبعا مدينا الار نص متر، او بتساوي في سكوير ار على في سكوير على ار، اي واحده من الاثنين دول. ناخد الشكل ده اوميجا سكوير ار. طيب الاوميجا سكوير، الاوميجا بتساوي ايه؟ احنا قلنا الاوميجا بتساوي 2 باي فريكوينسي. طيب الفريكوينسي حسبناها 8.33 والار قال لنا نص متر، فلو ضربت الفريكوينسي ربعتها في 4 شيفت باي تربيع وبعدين اضربها في الار اللي هي نص، طلع الجواب 1371،
وحدة الاكسلريشن متر على السكند سكوير. يبقى مرة تاني الأسئلة في شابتر 5 بتكون في الغالب مباشرة. هو مديني فريكوينسي ريف بير مينيت قسمتها على 60، جبت الفريكوينسي بالريف بير سكند الشكل بعرف اتعامل معاه. 2 باي اف هو الاوميجا، الاوميجا سكوير ار هي الاكسلريشن، كان ممكن اجيب السرعة اللي هي اوميجا ار، يعني اجيب الاوميجا واضربها في ار اجيب السرعة واقول بي سكوير على ار، طبعا نفس الشكل. بيقول a 30 كيلوغرام child is riding a roller coaster that has a radius of 5 meter، يبقى عندنا ال r وعندنا الكتلة. if the normal force on the child the bottom of her circular motion هنا كده 600، يعني كده 600 نيوتن، وتحت ام جي اللي هي 300 نيوتن. طيب بقول what is her speed، احنا قلنا سيجما الفورس بتساوي الام في الفي سكويرد على ار اللي هي الاي ار. طيب العجله رايحه للمركز يبقى 600 معايا وضد 300، الماس 30، الفي مجهوله، الار بخمسه، اذا الفي كذا متر بير سكند زي ما برضو اتفقنا بيعلمنا ضرب والاسم ونودي يعني شويه كالكلس. 300 على 30 10 في 5 ب 50 يبقى جذر ال 50 فطلع 7.1 متر بير سكند. طبعا قانون وبنطبق، ما فيش يعني صعوبه في الشابتر.